الو حسين، كيفك يا امي؟ عم تسمعني منيح يا امي؟ صوت واضح عندك يا امي؟ مشتاقت لك كتير يا امي، مشتاقت لك كتير 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 يا امي. الله يرضى عنك يا رب. طمني يا امي حسين، شغلك كيف؟ ها بعدك عم حطت البنزين؟ تلاقيش يا امي، العالم بتتغرب لتطلع مصاري الا انت اللي عم حطت البنزين يا امي. تاجر بالابيض يا امي، تاجر بالابيض. الابيض يا امي بيطلع مصاري كتير. مضايقين عليكم كتير قبل كنش تشتغلوا بالابيض. طيب اسرقوا يا امي، اسرقوا جيب يا امي، الله يرضى عنك يا امي، اسرقوا جيب. هو بطل حتحسن يا امي، كلهم عم يسرقوا، صار معهم مصاري كل شنفاي يا امي. اسرقوا جيب يا امي، الله يرضى عليك، اسرقوا جيب يا امي. في سكربيني حمرا شايفيتها بالفترين يا امي، بدي اشتريها، معيش مصاري يا امي، اسرقوا جيب، الله يرضى عليك يا امي. انا عم بطمن عليك يا امي، ابديش منك يا امي، والله يا امي عم فايق كل الليل يا امي لحتى لي ادعي لك يا امي، الله يوفقك ويرضى عليك يا عمي. سرق وجايب يا امي، اتشغلش بالك فينا يا امي، كلنا منايح حاول يا امي. اختك سعاد مبسوطه مع جوزك كتير يا امي. خيك علي الجربان عم يشتغل لها يا امي. فش الا خيك محمد يا امي، الله يرضى عليك، بالحبس يا امي. بايه بالحبس؟ اجوا لا التحرية يا امي، اوس عليهم يا امي، بس الحمد لله كله بخير يا امي، ما صابوا شيء يا امي. ايه اتشغلش بالك يا عمي، كله ابن المولي معه تحت عم بسلي، وابن امهز يا امي معه بالحابس بغرفة واحدة يا امي كله. ها المصاريف هون يا امي. يا امي الفواتير كلها منيحة عم تجي يا امي، عم يجي بس رسم الاشتراك يا امي، شي 10,000 ليرة يا امي. ايه بس الحمد لله يا امي، اخذين انا 4 ساعات يا امي، ما فيهش اشي يا امي، بس رسم الاشتراك. ما بيت جيراننا كلنا مسافرين يا امي، مخدين من ساعات ونحن. لك يا حسين ابديش وصيك يا امي، دير بالك على حالك. ها هذا الوقت اللي عم بتقضيها هنيك يا امي لازم تستفيد منه يا امي، سرق وجيب. ها ايه الله يرضى عليك يا امي، يلا يا امي الله معك، دير بالك يا امي، سرق وجيب يا امي، ودير بالك على حالك، خليش حدا ينتبه لك. ها